تشوفون الآن بعض الناس في المقابر يشيعون الجناز وتجي يضحك، هذا المقام مقام ضحك. كان السلف الصالح إذا شيعوا جنازة يقول من ما ندري من هو من هم أهل الميت، الكل يبكي، الكل حزين، الكل متأثر، وزاد الأمر طين، زاد الطين بلة. التصوير الآن يصورون في الجنائز، يصورون في العزاء، يأخذون صور في الجنائز والعزاء، يقول لك صورني حتى في المقابر، نسأل الله العافية والسلامة. جرأة غريبة، يعني في المقبرة يذهب يصور. هل المقام مقام تصوير؟ هل المقام مقام شهرة؟ أم مقام حزن وتذكر؟ زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة، زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. وسبب ذلك والله أعلم هذا التساهل بالضحك والمزاح، حتى أصبح بعض الناس الآن يستدعي ويطلب المسائل الضحك، يريد يوميا يضحك. الضحك ليس ممنوعا وليس مذموما من حيث الأصل، المذموم منه والممنوع ما هو؟ أن تصبح مدمنا على الضحك.